بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. على حسب الطلب غادي نحطوا واحد الوصفة خاصة بالبنات اللي عندهم مشاكل ديال العين اللي دايره لهم التمريض وما عندهمش قبول. جوج حالات كاينين، البنات اللي ما عندهمش قبول وفي نفس الوقت ديما حاسين بالعيا والمرض، ديما الا هضرتي معاه تقولك ما قادره ندير حتى حاجه، عندي مشاكل في الجسد ديالي، متعبه جسديا. دائما البنت تبغيها تفيقيها بكري تلقيها مريضه جسديا وتتنعس بزاف وتتفوه بزاف والشعر ديالها تيطيح، درجه انها حتى الاكل ما تاكلش مزيان. إذن العين الحارة والعين الحاقدة اليوم غادي إن شاء الله نحيدوها بوصفة إن شاء الله ربانية، وفي نفس الوقت غادي تجيب معكم نتيجة، حيت الحاجة اللي فيها قول الله تعالى كلها مزيانة. الناس اللي عندهم مشاكل في الزهر والقبول، تقولك ما عنديش الزهر وما عنديش الميمون، بغينا نعرفو علاش الزهر والميمون تنديروه بفمنا، تنعودوا مشاكلنا، تنعودوا الحاجة الزوينة تيصيبونا بالعين. هذيك اللي تيصيبونا بالعين تيولي عندنا نحس، تيولي عندنا نحس، اذا خاصنا نتخلصوا من داك النحس، نسدوا فمنا ونعالجوا نفوسنا بالقرآن الكريم والوصفات الطبيعية اللي في نفس الوقت تحيد لك الطاقة السلبية. ولكن كل شيء من فمنا، كل شيء من الهم والغم كله من الفم ديالنا اللي تنقوله وتنبوحه بأسرارنا. هادو من المشاكل اللي عندنا في حياتنا، تتبوحي بأسرارك، تيسبقوك الحاجة، تيعطوك طاقة سلبية، وانتي تيولي عندك ركود، تنجحي حتى حاجة، حتى حاجة ما تنجحي فيها، تتولي مريضة شادة الفراش وفي نفس الوقت حاسة بخنقه في الصدر، تتقولي مالي، ولكن بعض الاحيان تتكوني انتي درتيها راسك. اذا بقاو معايا، غادي نعطيكم هاد الصيغه اللي غادي تعجبكم، وغادي ان شاء الله نعاودوا كاع الصيغ اللي دازوا، وفي نفس الوقت غادي يكونوا ايجابيين معاكم، وغادي نعاودوا نحيدوا الطاقه السلبيه ونحيدوا الحاجه الخايبه من الجسد ديالنا. اذا البنت اللي عندها مشاكل في الجسد ديالها ما تتشبعش نعاس، ما تتحش بالراحة في الجسد ديالها، دائما متعبة، عندها خنق في الصدر، عندها ألم في الرأس، عندها سقوط الشعر، عندها مشاكل في المعدة ديالها، عندها القولون العصبي. هادو هما العلامات ديال العقد اللي تيكونوا ديال العين الحاقدة والعين الحاسدة، وفي نفس الوقت البنت ما عارفاش كيفاش تخلص من هاد المشاكل. إذا المشاكل معروفة، عطيتكم علامات، والعلامات لابد تحيدوها بوصفة رخيصة جدا عند العطار، ولكن طاقتك من القرآن الكريم هي اللي تنعتمد عليها في الوصفات ديالنا، هي قراءة القرآن والاعتماد على الخالق. إذا غادي ناخدو قطعة شبة، هذه البنت اللي عندها تمريض في الجسد ديالها وعندها عياء شديد وعندها مشاكل وعندها سقوط الشعر، دائما يطيح لها شعرها، وعندها خرقة في الصدر، وعندها مشاكل في الجسد ديالها. أول حاجة ما غادي تقراي حتى حاجة، غادي تقراي غير صورة واحدة صافي، صورة الفلق، ما غادي تقراي حتى حاجة غير صورة واحدة، صورة الفلق، هتقريها 11 مرة على الجسد ديالك وتنفسي بحركة صورة الفلق. أول حاجة غادي تحطيها على السرة ديالك، غادي تحطيها على السرة ديالك، وغادي تقراي صورة الفلق، صورة الفلق، حتى تكملي 11 مرة.
غادي تمشي الرأس ديالك وتقراي 11 مرة على الرأس ديالك، وانتي تدوري على الرأس ديالك، غتقراي سورة الفلق، وغادي ان شاء الله تصلي على الحبيب 19 مرة. غادي تدوزي على اليمين وعلى اليسار، 3 على اليمين و3 على اليسار، سورة الفلق على القدمين ديالك ماشي من تحت. جيت الركب تبقاي تدوري على الركبة ديالك، سورة الفلق 3 مرات على اليمين وعلى اليسار، وتنفتي. غادي تاخدي ان شاء الله غادي تبيتيها تحت الرأس ديالك، تحت الرأس ديالك. اذا غادي ناخد مقلة، غادي تبيتيها تحت الرأس ديالك، وصباحا او ظهرا او عصرا غادي تحطيها هكا في المقلة، تحطيها هكا في المقلة، وغادي ان شاء الله تخليها تطيب حتى تولي تصير مية، تصير مية انها تولي بحال الماء. وغادي ناخد السنوج، وغادي نطفي، غادي نرمي، ناخد شوية السنوج بحال هكا، انقرا عليه سورة الناس 3 مرات، سورة الناس. وغادي تقراي اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انت الشافي وانت العافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وغادي نرمي على الشباك كمن تولي ماء، اللهم ديري بك يدك، اللهم اطفي عنا جميع العوارض ان كان عين او تابعة او سحر. وغادي نرميها بحركة حتى السنوج غيطلق واحد الرائحة طيبة في البيت. وعاد غادي ناخد كأس الماء اللي قريت عليه 3 مرات الفاتحة الكتاب، وغادي ناخد هاد المقلة، غادي نديرها تحت من المصاب، تحت منه، وغادي نقول بسم الله الله أكبر، ونطفي على نطفي عليه هاد نطفي عليه هاد الماء، ويطلع مع هذاك البخار هاد الشبة غادي نلوحها في مكان عاشب. إذا هادي للعين، أما البنت اللي باغا القبول ديالها غادي إن شاء الله السمع والطاعة والقبول، غادي تقرا تبقى تدورها على الجسد ديالها وهي تتقرا سورة الكوثر. سورة الكوثر غادي تقرايها 11 مرة، لأن سورة الكوثر تطرد النحس اللي عند البنت وما عندهاش قبول. وغادي نقرا اسم يا عزيز يا نور يا سميع، هاد الأسماء تقريهم 3، يا عزيز يا نور يا سميع. وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي ندورها على الجسد ديالي، وغادي نفت عليها، غادي نرشها بقليل من الريحة، غادي نرشها بقليل من الريحة حتى الرأس ديالي، نديرها بابي ألمنيوم أو زيف أخضر، وغادي نبقى نهزها معايا. بعد ما دورتها على الجسد ديالي وقريت القراءة وطهرت الجسد ديالي من التوابع، غادي نخرجها مدة أسبوع معايا، ومن بعد آخر الأسبوع غادي ناخد مقلاة بحال هادي ونحرقها، ومن بعد نطفي عليا هذاك النحس اللي حيدته بالشبة، ولكن تبقى معاك أسبوع تتخرجي بها في المحفظة ديالك. من تكملي أسبوع غادي تحرقيها وتطفي على ديريها في مقلاة وتطفيها بالماء، الماء اللي غادي تقراي عليه الفاتحة 3 مرات، وتقولي اللهم اطفي عني النواحس، اللهم ارفع عني العكس والتوابع، وفي القبول. وان شاء الله غادي يولي عند قبول وطردي النحس بالشبة، لان هذه مجربة، وحطوا لي الناس تعليقات رائعة واكثر من رائعة. حاولي تقولي اي حاجة، اللهم طرد عني التابعة او النحس او اي حاجة، المهم الشبة رائعة، ترشيها بالريحة وتقرأي عليها القراءة اللي أعطيتكم،
ومن بعد تخليها في المحفظة ديالك مدة أسبوع، ومن بعد تحرقيها وتلوحي البقايا ديالها في مكان عاشب. إذا إلى عجبتكم الوصفة خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، أبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.